بنسألك بعض الأسئلة. شو تزرع في المزرعة؟ شو عندك؟ ما شاء الله نزرع الزراعة التقليدية اللي هي وارثينها من أجدادنا. نعم. ونزرع الطماط، البصل، الملفوف، الخيار، الخضروات بشتها، وأكثر شيء الفندال. يعني طبعا الفندال دبا ما تستغني عنه، يعني نعم. نزرع الفندال اللي هم يسموه البطاطا الحلوة. نعم. ايه على مستوى الامارات كنا نسميه الفندال. الفندال نعم الفندال نعم. الفندال وانواع الخضروات. وبالنسبه للاشجار طبعا اكيد النخل موجود. النخل، الهمبه، الشيكو، عندنا الشريفه نسميها القشطه، نزرع الكربته الهندي هذا مشهور عندنا هنا في دبا، اكثر المناطق اللي في دبا يتكاثر فيها الكربته هالايام يعني. واللومي اظني واللومي والجري فروت والشخاخ. زين، انت ما شاء الله اللي انا عارفه انك انت يعني خلينا نقول طعم وتيرب وعندك تجارب في بعض الانواع وخاصه الهمبه. هنا. شو التطعيم اللي طعمته او شو الاشياء اللي سويتها في الهمبه طورت انت؟ عندنا الهمبه، همبه قراط. نعم. هذا همبه قراط من الاصناف اللي اساسها المنطقه الشرقيه، اساسها الفجيره. قراط قراط هي. نعم قراط. هذه من افضل الانواع هني في دبا، في دبا انها تتحمل حتى لو جات عليها ملوحه مثلا، من الصنف ممتاز، يقاوم الامراض، يقاوم الملوحه ويتكاثر بكميه كبيره وعليه طلب كثير جدا. انا شفت ما شاء الله عندك طماط ريحته وطعمه وحتى لونه ما شاء الله، يعني شيء غير عن الطماط العادي. الطماط عندنا نحن نزرعه عضوي، طماط عضوي بدون مواد كيماوية، بدون عبارة عن أسمدة عضوية حيوانية وأسماك، نخرس له السمك، نجيب له سمك من اللي هو اليريور. نعم. ونخرسه في ماي ونتركه تقريبا شهر وبعدين نعطيه الطماط، فهكذا يخلي طعمه يعني لذيذ شوية، لانه بدون هم شوي وايد لذيذ، ايه بدون مواد كيماويه. نعم. عندك انت بعد شفت المزرعه ما شاء الله محاصيل كثيره، شفت البصل، شفت مثل ما قلت لك الملفوف، شفت البيليان، شفت كل انواع، ولكن في اختلاف، يعني حسيت انه في اختلاف، يعني هل انت تزرع بطريقه مختلفه او انه في شيء حصلت عليه او طورت؟ اول شيء نحن نعتمد على الوادي، يوم يجينا الوادي. نعم. لازم نشرب المزرعه، يعني لازم ندخل المزرعه اساس قنع تتجدد. نعم. التربه. نعم. سنويا تتجدد التربه، في مجرد يجينا الوادي تتجدد التربه، وهني. نعم. هني تقوى الارض. نعم. تقوى. ويوم يجينا بعد الامطار، يعني الامطار عاليه النيتروجين. نعم. تساعد شويه في شو اسمه في النمو اكثر في. نعم. في النباتات تحصل محاصيل، وتحصل محاصيل اكثر، واحنا قد ما نروم نسمد اسمده عضويه. نعم. كل ما سمدت باسمده عضويه واعطيت الاسماك والاشياء هاي التقليديه، هذه اجدادنا قبل من سنين يوم كانوا يزرعوا، ما شاء الله لو تلاحظ انت الحين يوم تروح سوق الخضره، الفواكه والخضروات المستورده غير عن اللي انتجتها انت في الارض. نعم. يعني تشم ريحتها من بعيد.